مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين في بودكاست النادي، وهذه حلقة جديدة من حلقات البودكاست بالعربية، ومعي ضيف سوف أقدم معه حلقتي الأولى في سلسلة بعنوان في النقد. سنتحدث فيها عن أمور مهمة فيما يختص بموسيقانا العربية. معي أستاذنا العزيز الفنان الذي علمنا كثيرا وألهمنا وسمعنا الكثير من مؤلفاته، الأستاذ خالد محمد علي. مرحبا بك أستاذ، مرحبا، أهلا وسهلا أهلا أستاذ فيك. فاضل، شكرا أهلا على فيك. يعني إتاحة هذه الفرصة والاستضافة. شكرا لك. أنا ما أعرف الآن كم حلقة عملنا معك في النادي، ولديك المزيد الذي نتعلم منه بصراحة، يعني كل يوم. في سلسلة في النقد أبو أنمار، ودنا نتكلم عن موضوع موسيقانا العربية. أكيد إحنا نعرف أن موسيقانا العربية اليوم فيها مشكلة. ودنا نتحدث عن مجموعة من المحاور المهمة وناخد رأيك فيها وتوجيهك فيها، وتضع إيدك على بعض الجروح اللي لازم نتخلص منها أساس نتقدم وأساس نرتقي ونقدم مادة ونتائج أفضل. حقيقة موضوع النقد للحالة اللي احنا تفضلت بيها، وضع الموسيقى العربية، نعم موضوع حساس جدا، نعم وأنا أريد أتكلم بشكل أكثر صراحة وبدون تجريح ولا المساس بأحد، نعم بقدر ما أنا حريص على أن أضع النقاط فوق الحروف. نعم يعني ممتاز. احنا حقيقة في غفوة، ما أريد أقول في نومة عميقة، نحن يعني نشوف دائما ننظر لنفسنا احنا في غفوة وفي غفلة من ما يجري يعني خارج نطاقنا، احنا خارج نعم نطاق العرب ده اتكلم. يعني احنا مثلا الفنانين العرب الموسيقيين، مثلا ده اتكلم عن الموسيقيين والمؤلفين الموسيقيين، نعم ماذا يسمعون مثلا حوالينا برا ايش ده يصير؟ يعني ماذا يشوفون؟ نعم يعني او دا يشوفون ويسمعون الاثنين، يقدر يشوف ويقدر يسمع اللي دا يصير برا، الناس وين صارت زين، واحنا وين، احنا نعم نايمين، احنا نعم يعني نريد مثلا نرتقي بمؤلفاتنا الموسيقية، نرتقي بموسيقانا، نصعد بها، نوصلها الى المستوى اللي دا نسمعه من نعم جيراننا مثلا، نعم لا اقولها الاتراك والفرس، نعم خلينا نسمعهم اخي، ما تسمعون انتم، اسمع يا اخي شلون دا يقدمون الموسيقى مالهم، شلون دا يشتغلوها، شوف الدقة، شوف الجمال، شوف الحلاوة، شوف احنا ما نسوي شيء، احنا بس قاعدين يعني مع احترامي للموسيقيين قاعدين بس مثل الديك الرومي، منفوشين وما ادري شنو، على فاضي، على ما هو شيء. وين الانتاج؟ وين إنتاجنا إحنا؟ نعم نتاجنا حتى نقارن به مثلا مع نتاج آخر، نعم نتاجاتنا بسيطة يعني قياسا لماذا نسمع إحنا، ونتاجات أيضا فردية، يعني نتاج فردي مو نتاج جماعي، نعم يعني أي واحد من الأساتذة والإخوان المؤلفين الموسيقيين والعازفين دي ينتجون شغل، بس هو إنتاجه هو بجهد الخاص، ماكو مؤسسات عندنا تنتج. قبل كان الصندوق العربي ومؤسسات دعم، يعني مؤسس الأغاخان ومؤسسات أخرى يدعمون، ولكن حتى هذا بهذا الدعم ما نسمع شيء يعني يفرح أو يبهج، ما عندنا شيء يعني حقيقة، يراد أحد يمسكنا هالشكل يعني يهزنا هزة قوية، يقول أنتم وين رايحين؟ أنتم ايش تسوون؟ نعم يعني يا أخي نشوف واسمع وقارن، شنو احنا ناتج موسيقي عندنا يعني بدون زعل هزيل ضعيف، يعني لا يقارن مع ماذا نسمع برا، نعم فهذه مشكلة، هذه مشكلة يعني مشكلة بالنسبة لي عويصة، لأنه أنا مثلا صار لي أكتب وألف من يعني من زمن بعيد، يعني اي من بداية الثمانينات حتى قبل الثمانينات أنا ألف موسيقى وأكتب وأقرأ وأعلم نفسي وأتابع وأدخل وأجتهد وأحاول وأسوي وأنتجت وسويت، أنا دا أحس نفسي يعني وحدي دا أحس.
يعني أستاذ، القصد أنه مثلا ما في انعكاس في مجتمع موسيقي مثلا، مو الواحد مو مستوى أفراد. إحنا نعرف أنه في أفراد يشتغلوا، في أفراد يألفوا، في أفراد عازفين كويسين في العالم العربي، لكن المشكلة الظاهرة أيضا أكثر على المستوى الجماعي، على مستوى المجتمع الموسيقي. وينه؟ وين المجتمع الموسيقي الرفيع اللي إحنا قاعدين ننتظره ونشوفه؟ ما عندنا احنا، يعني احنا طبعا اذا موجود راح يزعلون من كلامي، يقول لك لا احنا موجودين. اخي انت موجود على عيني وراسي، تعال سمعنا نتاجك، سمعنا نتاج مبهر، سمعنا نتاج يخلينا احنا، انا كموسيقي اريد اسمع، سمعني شيء يرضيني، حتى يرضى حتى المستمع العادي نعم المتلقي يرضى. نعم وين النتاج؟ النتاج عندنا يعني شيء ما اعرف، يعني حكيت عنه في البداية ما يرضي، يعني ما يقنع. نعم. طيب طيب أبو أنمار، يعني خلينا مثلا ناخذ محور محور، لو أتكلم عن وضع الموسيقى العربية ناخذها زمانيا ومكانيا، إيش اللي قاعد يصير؟ يعني احنا سابقا لما تعلمنا موسيقى بدينا، يعني بدينا نتعلم الموسيقى وقواعد الموسيقى، وهذه من الكتب اللي لقيناها موجودة أيضا، مو كتب مؤسساتية، كتب فردية كانت. يعني ما عندنا الآن مثلا معهد، أنا دا أتكلم بصفتي كعراقي، يعني معهد مثلا أنتج مناهج من الألف إلى الياء، ما عندنا شيء. المناهج الموجودة، منهج فلان، منهج فلان، منهج فردي من فلان، منهج العود، منهج القانون، كلها مناهج يعني مو رسمية، ما صادرة بشكل رسمي. طيب حتى تصدر بشكل رسمي، هذا موضوع لازم نتكلم به، ونتكلم شلون تصدر المناهج، وشلون تطلع المناهج، وشلون تجتمع لجان حتى تقرر هاي المناهج، هاي كلها ما موجودة. اللي دي يصير عندنا كلها تشوفها، يعني شلون نقول بالعراقي، شوية شوية هنا، شوية هنا، شوية هنا، شويات، يعني هاي شوية عازفين قانون، عازفين ناي، عازفين عود، عازفين جوزة، عازفين سنطور، هذا عنده منهج، المجموعة هاي عندها منهج من كذا، المجموعة هاي عندها طيب وين المنهج الممنهج؟ وينها؟ ما موجود عندنا، احنا ما عندنا شكل، عندنا هذه كلها جهود فردي. حتى الموسيقيين اللي طلعوا على زمان، احنا اشتغلنا على طاطيوس وعلى عزيز دده، وعلى 90% من المؤلفات التركية، واللونجات أثمانية. والبشارف تركي. نعم. طيب هذول زين، ليش احنا ما عندنا؟ احنا عندنا، يعني هسه اذا بتقول مثلا عندنا مثلا مؤلفين اللي قبل 150 سنة او اكثر، او 60 70 سنة موجود، الله يرحم الخصبجي، الله يرحمهم كلهم، جميل ومنير و الناس يعني اللي في مصر والناس اللي الناس اللي في وهكذا، مصر، اي طبعا، والتراث. وكل هذول موجودين زين. مؤلفات لما تجي تجيب المؤلفات، يعني ما توازي منهج التركي. خلينا نقول المنهج التركي عريض واسع، وبيه مؤلفين كثير وقاطعين شوط، يعني بالمستوى الراقي والجيد بالتأليف. احنا بدنا اتكلم على مستوى عالي بالتأليف، انا ما اريد مستوى دون الوسط، حتى ما اقتنع بيه، اريد شيء يمثلنا، يكون بقدر ما احنا نتكلم، بقدر ما احنا عندنا اعتزاز بالنفس، وعندنا بس ننفخ انفسنا ونكبر احنا، واحنا ما عندنا هذا الشيء اللي بدنا نتكلم بيه. نعم. فزمان عشنا على مؤلفات الاتراك، ومؤلفات عظماء المؤلفين العرب، يعني الخصبجي، السنباطي، عبد الوهاب، يعني الشيخ علي درويش، المؤلفين اللي موجودين، والسماعيات، ويوسف باشا، المؤلفين هذول. نعم. ولكن انت لما تيجي تقارن، يعني تخلي بالميزان، راح تشوف الكفه، كف الموسيقى العثمانيه التركيه هي اللي طاغيه، احنا موسيقانا جدا قليله. احد الطلاب، يعني طلابي، قال لي استاذ انت بس يعني تعطينا سماعيات تركيه، يعني فلان سماعي الكرد، سماعي حجاز كارت، سماعي البيات الحسيني، المسماعيات يعني. قلت له
انت هات لي بديل، قل لي البديل هذا عن السماعيات حتى انا ادرسك اياه. ما عندنا، ما عندنا سماعياتنا قليله، يعني مو نهائي ما عندنا، عندنا بس ما يوازي الكم اللي موجود. يعني انت ادخل على مثلا فاصل الحسيني وباب الحسيني، شوف كم سماعي تركيا. اي نعم صحيح. كثير سماعيات موجود يعني بالارشيف التركي. زين بالارشيف العربي شكو؟ ماكو، يمكن اثنين، يعني واحد ما نروحهم جميل بشير، ما اعرف الثاني يمكن شريف محي الدين عنده، يعني واحد اثنين ثلاث، ماكو عندنا اكثر. هاي هذا ناتجنا احنا. اي طيب وهذا نتاج مال منتصف القرن العشرين. طيب وين هسه النتاج الجديد؟ وين المؤلفين الجدد اللي يعني ما اريد اقول اللي كل واحد يعني ما ادري شلون اوصف لك اياه، وين نتاجكم؟ وينها؟ ايش تسوون انتم؟ لازم واحد يمسكهم يابا تعالوا، ترى ما يعني هذه بس زوبعة في فنجان، ماكو شيء. يعني شلون المثل يقول ارى جعجعة ولا ارى الطحين، بس حكي، ايه بس نحكي واحنا راح نسوي واحنا راح كذا، وينه؟ وين الناتج؟ فما نعم يصير، هاي مو غفوة، هاي صارت نومة. اي والله صح، صارت نومة. احنا نايمين، نايمين ما نعرف ايش يصير. صحيح هذا بالنسبة نتكلم على زمان ولا اقارن به هسه، هذا زمان احنا الشكل اشتغلنا. زين ولحد الان احنا بعدنا هم عايشين على نفس المؤلفات مع قبل. ما عاهدنا، دا اتكلم خاصة انا كعراقي، لان انا ما اعرف المنهج المصري والتونسي، يعني ما عندي اطلاع مثل ابن البلد نفسه، ولكن هذا ناتجنا. هسه تشوف كل المؤلفات تفتح بيه، تلقي طاطيوس، تلقي عزيز زاده، تلقي يعني سعد شلاي، تلقي نيكولاكي، تلقي مسعود جميل، هذول المؤلفين، وتلقي مؤلفين عرب شويه شويه. طيب هذه نقطه، اوكي راح اثير نقطه ثانيه. زين مؤلفات المؤلفين العرب هل هي موازيه للمؤلفين الاتراك مثلا من ناحيه القوه والبلاغه والصياغه والتكنيك والانجاز؟ هذا ايضا سؤال. زين الجواب قسم موجود يعني جيد جدا، وقسم وسط، وقسم دون الوسط. دون الوسط ما يخدمني، ما يفيدني ولا يفيد احد. احنا نريد فوق، احنا دائما نريد يعني بالرفوف العاليه نصعد. اي هذا كيف نصعد ونرتقي الى هذا المستوى؟ هذا المستوى نوصل له لازم بالجهود المضنيه حتى نوصل، يعني مو انا اجي اجتاز حتى اوصل واعبر على اكتاف غيري، لا. هذه ما هذه 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 الأغنية خلص صارت قديمة. الآن لازم يعي الموسيقي أنه لازم يثقف نفسه ويدرس صح ويتعب صح حتى يجي يألف صح، لأنه الجود يضح بما فيه. أنت لما تيجي تسمعني مؤلف معين، مؤلف معين، أنا راح بصفتي أنا يعني مؤلف موسيقي وأيضا فنان وسميع، راح اقول لك هذا المؤلف شلون ياكل، شلون يشرب، شلون ينام، شو دارس، ايش قاري، شو يسمع، هاي كلها موجوده بالمؤلف ماله نفسه. بس لما نسمعني ما عنده شيء، يعني يراوح بين كوردات اثنين وايقاع بسيط ومدري شنو، جمل راقصه طالع نازل، انا اقول لك هذا ما عنده شيء، هذا ما مؤلف اللي احنا اللي نفكر به. احنا نريد مؤلف يعني يحلل، يعني نقعد نحلل المؤلف هذا يعني بتحليل موسيقي، شلون دخل ومن طلع، والباساجات والجسور والاجناس شلون دخلها، والممنوعات شلون تجاوزها، لازم هالشكل، مو انا جاي لي الاحساس والاحساس والتكنيك والدايناميك والاداء، هاي كلها هذه ما تجي جزافا واعتباطا، هذه تجي جهود مضنيه حتى واحد يوصلها. ايه في احنا بس نقطة بس أبو أنمار أساس ما أنسى، يعني في فترة سابقة إحنا شتمنا في الموسيقى العثمانية في الصحف، وعشنا يعني عقود من الزمن قلنا هذا تخلف وهذا تأثير على موسيقانا العربية وما أعرف إيش. اليوم إحنا عندنا إنترنت،
شفنا شعوبنا الأخرى المقامية، بدينا نشوف اليونان والفرس والأرمن والعرب بكل أنواعهم، وقاعدين نشوف التراث اللي كان حبيس تسجيلات. شفنا دنيا كبيرة. أعتقد هذه مقولة التخلف، هذه فضحت وكشفت، واكتشفنا أن احنا أصغر بكثير، ما سوينا حاجة. طيب تخلف الآن مر علينا 90 سنة، مر علينا أكثر، وين الناتج؟ نفس كلامك يا أبو أنمار، يعني صراحة الوضع حاليا ما في شيء يدافع عن المقولات هذه، خلاص يعني كشفت. ما انا ايش اقول نفس الشيء. يعني الان انت تطرقت الى الموسيقى الارمنيه، يا اخي الارمن بس ضربتين تسمع منهم جملتين على طول تعرف تكنك وياهم، تسنك وياهم، تسمع موسيقاهم وتعيش بخيالهم وتعيش تستمتع بموسيقاهم. تسمع الاتراك مثل ما تكلمنا عنه، تسمع الفرس يا اخي، اسمع المقام شلون ده يشتغلوا. المقام يسوي له موسيقى جديده، يألفوا له موسيقى، يألفوا له لزم، يألفوا له قطع، يألفوا له أوصال، يألفوا له لحن، يسوي له هذا مقام. مثلا لنفرض مقام نوى، تجي تسمعه من مثلا من ايرج تسجيل ونمط معين. طبعا ايرج هو مطرب مقام ايراني مشهور كبير، ايه وتجي تسمعها من محمد رضا شجريان ايضا مطرب ايراني كبير، وتسمعها هذا بغير شكل، وتسمعها من غيرهم ومن غيرهم. زين ليش هم ما يشتغلون ويطلعون اجمل موسيقى واروع موسيقى واحنا بعدنا على القديم؟ لما نيجي المطرب مالتنا مطرب المقام مثلا في العراق يشتغل، يلا خلينا نعزف لفلان دولاب فلان قطعه ويدخل على المقام، حتى اتفاق على التقاسيم والارتجال ما عندنا، كله عشوائي وكله ارتجالي. ما يصير يا اخي الموسيقى هالشكل، ما يصير هالشكل. الموسيقى مو هي واحد جاي يعني شلون داخل يشتري بضاعة بالكيف هيك يجي ويشيل، لا، هذه حسابات دقيقة. ولهذا هم يسبقونا، ولهذا هم احنا نسمعهم ننبهر بهم. زين ليش احنا ما ننبهرهم؟ واحنا عندنا فن راقي، ليش ما نشتغله صح؟ ايه هاي صحيح، النقطة. هي نفس المكونات الموجودة. وأيضا أبو أنمار، يعني يمكن موضوع يتطرق إليه فيما بعد، دور البلاط في كل الناس هذه اللي ذكرناهم، الأمم هذه بالإضافة إلى أذربيجان وآخره، وين الموسيقى اللي تنتج وأي مستوى أثر البلاط، أثر العارف المستمع في المؤلف وفي الموسيقى والآلات والابتكارات. احنا ما أدري، ضايعين في كل شيء اليوم، في كل شيء طبعا ضايع. هي نرجع ايضا الى نلف وندور، نرجع الى النقطه الجوهريه. نعم. احنا ما مشتغلين على موسيقانا صح. احنا بالمؤتمر مال القاهره سنه 32 حطوا بنود وحطوا شروط وحطوا وعملوا جداول وعملوا زين. وين سوينا احنا؟ انا قبل، انا عن نفسي بالضبط سنة 2003، أي يعني قبل 19 سنة، اجتمعنا على أساس أنه نحط يعني اجتمعنا في ملتقى في عمان في الأردن، على أساس أنه نحط نوضع حل لمشكلة المناهج. هاي 19 سنة احنا تقدمنا مقترحات وانكتبت المقترحات وما ادري شنو، طلعنا في مالنا ورحنا وكل شيء. ما نسوي، ما راح نسوي، احنا ما نسوي بس نحكي. هذه مشكلة. احنا هاي مشكلة، بس احنا راح نسوي كذا، واحنا لازم نعمل كذا، واحنا لازم نعمل كذا، وكل شيء ما نسوي، ما نسوي، وراح نظل هالشكل. طبعا الاساتذة الموسيقيين مع اعتزازي واحترامي لهم الكبير والمؤلفين منهم، جهودهم فردية أنا أثني عليها وأنا أشجعهم وأنا أقف بجانبهم، ولكن أيضا أريد ناتج، نتاج حتى أقارن به وأوازن، مو نتاج يعني تحت الوسط، أريد نتاج عالي. النتاج العالي يجي مثل ما قلت بالتعب، ويجي بالجهد، ويجي بالفكر، ويجي بالإنسان يتسلح تمام بالموسيقى يسمع زين. يعني أنا كنت أسمع
بقدر ما اتمرن واجد. معاي دائما الكاسيت والمسجل شغال، واسمع موسيقى والشعوب وين تشتغل ويسوون. ولها يعني تعبت على نفسي حتى قدرت اسوي فد لون معين بالتاليف. هالشكل. نعم يعني هذا اللي سويته. المفروض هذه ايضا انا جهد فردي، انا ايضا ما عندي من اساتذتي. صحيح. يعني اساتذتي الله يرحمهم ما درسوني هذا الشيء. يعني درسوني مبادئ العزف، يعني الدروس الموسيقية، بس التأليف والتفكير وهذا الخيال والإيماجينيشن والعمق وهذا، هذا ما درسوني. أنا صحيح. سويت التذوق الموسيقي اللي أنا كنت أتذوق به وأسمع. يعني زملائي من الناس اللي يسمعوني الآن أو يتابعوني زين يعرفون أنا إيش كنت أسمع، خاصة المقربين منهم. نعم كنت أمتلك ولا زلت أمتلك تسجيلات وأعمال الإذاعة نفسها ما عاد موجودة. زين هذه ليش؟ هذه أنا حتى أسمع، حتى أنا أغذي ذاكرتي، حتى أقدر يصير عندي خيال، حتى يصير عندي أعرف إيش يصير. صح لما أنا أريد أألف موسيقى معينة، هاي دائما أقولها، لازم أخلي نماذج قدامي من الموسيقات اللي موجودة في مقام معين. مثلا لنقول مقام رست، شوف السماعيات البشارف، عندي شيء أقوله أفضل أو موازي للأعمال العالية هذه أشتغل. ما عندي علش أنا أصير جواني تحتهم، لا ما أقبل. نعم فإذا هذا المقياس، لازم أقدم عمل ذو قيمة عالية جدا، مو أي شيء وقاعد أنا أرتبه. تعرف ليش اللي يسوون هالشكل؟ اللي هم راح يسمعوني وراح أقولها، هو نقد، اي ننتقد، نعم صحيح. لأن هم ما معبين صح. الجود ينضح بما فيه، هم ما سامعين صح، نعم ما مخزنين صح، ما تعبانين على نفسهم صح. زين يعني شاف شوية عنده تكنيك وعزف، وإذا كان عود إذا كان كمانجا أو قانون أو آلة أخرى، قال لك ها أنا خلاص أنا راح ألف وأنا أصير موسيقي وأنا كذا. يابا مو هالشكل الشغل، مو هذا لازم العمل. تشوف ايش الموجود على ارض الواقع اي وين لازم انت وصلت. اي هالشكل لازم مثل حتى تقدر. البحث. بالضبط، هو بحث، هو انت لازم تشوف العالم وين صاير وحتى تقارن. فاحنا نرجع نايمين. نعم طيب ابو انمار، خلنا ناخذ محور اخر ثم ناخذ استراحة مع احدى المؤلفات. خلينا نتكلم عن الموسيقي. ما هي قيمة الموسيقي؟ أثر الموسيقي؟ ما هو الموسيقي المتخيل عندك أنت أبو أنمار؟ هل هو العازف مثلا؟ هل هو الموزع؟ مين الموسيقي المفروض اللي نتخيله؟ احنا مصطلح وكلمة الموسيقي، الموسيقي شاملة بها جوانب كثيرة. موسيقي هو العازف، موسيقي هو أحيانا المؤلف. يعني شلون يكون مؤلف إذا ما يكون موسيقي شاطر؟ لأنه احنا ما نألف يعني بدون آلة. الأكثر هم يألفون بالآلة، خاصة الموسيقى مالتنا اللي هي المونوفونيك، يعني الأحاديث التكوين. لازم تكون على آلة، والموسيقي يجربها أو العازف حتى يقول يقتنع بالجملة ويبدي يشكل عليها. نعم الموسيقي عندنا حتى يكون موسيقي لازم، يعني معظم الموسيقيين كلهم دارسين بجهودهم الخاصة وبجهودهم الفردية حتى وإن كان بالمعهد. لانه احنا قلنا عندنا نقص بالمناهج وعندنا نقص بالمواد. تتكلم على القسم الشرقي بالتحديد، بالتحديد نعم يعني اكثر من الاقسام الغربيه. لان الاقسام الغربيه مثلا طلاب الكمان الغربي بالمعاهد بالوطن العربي وبال يعني المعاهد المنتشره عندنا، الغربي يكون حظ الطالب به افضل من الشرقي بكثير، لانه اكو مناهج ويمشون على مناهج اجنبيه. اي نعم فهنا يطلع الموسيقي موسيقي، يطلع موسيقي موسيقي جيد محترم. هذا الموسيقي يعني يؤهل
أن يعمل مع فرقة أو يعمل مع إنسامبل مجموعة أو يعمل مع دويتو أو تريو أو كوارتيت أو يعني يجد مكان يجلس فيه ويقدم فن موسيقي. هذا الموسيقي. هذا بالنسبة لي أيضا يعني لا يكفي بالنسبة للموسيقى الشرقي. الموسيقى الشرقي يعني بعد ما درس شو يريد يسوي؟ يطلع يعزف في فرقة إذاعة، فرقة تلفزيون، فرق جماهيرية، فرق يعني مو الفردية أو فرق محلية يطلع زين. هذا أنظر له أنه درس موسيقى حتى يقدم فن بهذا الشكل، بالشكل اللي هو ده يشتغل به، أو ده يقدم فن في سبيل أنه يعيش من وراء، يعني يتخذ الموسيقى كمهنة يعيش منها. لما صارت القضية بهذا الشكل، الموسيقي يعيش يعني مهنة ويعيش منها، يعني أنت لازم تنسى أنه أكو جانب إبداعي، يعني تحولت إلى الموسيقى إلى مهنة. وإحنا طبعا موضوعنا النقدي أنه نريد نرتقي بالموسيقى والموسيقي إلى فوق إلى مستوى أعلى، نعم هذا اللي تفعله. فصار عندي أكثر من خيار بالنسبة للموسيقي. الموسيقي يتخرج، طبعا دا اتكلم عن الجيدين، انا ما دا اتكلم عن دفعة الوسط لا دا اتكلم عن الجيد فما فوق طبعا، لان هذا انت شلون يعني تسمع موسيقي جيد وجيد جدا وممتاز، لازم هذول اللي نتكلم عنه من جيد فما فوق، هذول الموسيقيين. طيب نفس الموسيقي انا اريد اوجه له هذا يعني هذه الجملة يعني يسمعها مني. إذا كان بالإمكان بإمكان الموسيقي نفسه أنه يطور نفسه بعد أكثر بحيث يترك أثر، فهذا خير على خير، وإن لم يكن فهذا أضعف يعني أضعف الموجود. ليش؟ لأنه إحنا نسعى نريد ناس تطلع من عندنا بالوطن العربي، يطلعون ناس موسيقيين متمكنين جدا حتى نقدر نعتمد عليهم في تخريج موسيقيين مثلهم واحسن منهم. هالشكل تبنى المؤسسات. فنحتاج هذا الكم من الموسيقيين الجيدين ننتجهم ويطلعون مفكرين، يعني مش ما يطلع مجرد موسيقي ويروح يشتغل ويجد نفسه قاعد في فرقة معينة. نعم لازم يعني يفكر بأن يكون بمستوى أرقى مما هو فيه، يعني يكون على مستوى مثل ما موجود برا الموسيقيين، يكونون أساتذة جيدين، يكونون معلمين جيدين، يكونون أصحاب مناهج، يكونون أصحاب تأثير. لأنه الموسيقي بعد حتى وإن كان جيد جدا، جيد يشتغل إيش راح يسوي؟ راح يكون جزء من كل في فرقة، مثلا العازف الكمان راح يكون واحد من 10 كمانجات، واحد من 12، واحد من 4. اوكي احنا محتاجين الموسيقيين هذول، ولكن احنا نريد نطمح الى الاحسن، الى الافضل. لو هذا الموسيقي اذا كان جيد لازم يترك اثر، لازم يترك، هو قاطع شوط واصل به مرحله، هاي المرحله ما لازم تروح هالشكل، لازم يكون لها تاثير، لازم يكون لها مخلفات. المخلفات هذه هي اللي يعني خلينا نقول شبه مناهج او مناهج او 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 اسلوب او طريقه في التعليم، في نقل الخبره الى جيل اخر حتى نقدر ننتج كم من الموسيقيين. يعني مثلا نقول الأستاذ كم خرج من التلاميذ الناجحين اللي مثله مؤثرين كعازفين أو يمكن مؤلفين أو يمكن يترك أي نوع من الأثر، سواء كتب أو تسجيلات أو يمكن مؤلفات. أحيانا احنا الآن نعرف مؤلفات من مئات السنين نقلت لنا ونشوفها تعزف بأشكال مختلفة من الأمم الأخرى وفي العالم العربي، حتى فولكلور ولا شيء منظم أكثر. هذا الشيء يعلمنا الكثير، احنا نسمع زي ما قلت انت أبو أنمار ونستوعب هذا مين ألف وكيف ذوقه ونفسيته وخبرته في المقام، خبرته في الإيقاع، في التقطيع، في التفعيل. نتعلم منه، هذا أثر ولا لا أبو أنمار اي طبعا كمؤلف؟
يعني اي طبعا، يعني راح اعقب لك واكمل. انا دائما انظر الى الموسيقي الجيد، يعني شلون صار جيد؟ يعني قطع شوط، يعني قطع مرحله، يعني تعب على نفسه، وصل حد. وصل حد هو الان يجب ان يفكر انه اذا مارس المهنه او الهوايه مجرد كموسيقي فما راح يترك اثر. ما راح يترك اثر. يعني الان عشرات بل مئات بل الاف الموسيقيين موجودين معنا في الوطن العربي وخارج، ما لهم ذكر. يعني هسه مثلا اذا تسالني او اسالك، عد لي 15 عازف كمان متميز بالشرق الاوسط. زين، عدد يعني عدد المشاهير السولستات، اريد اسماء ما نعرفها بس اللي فلان وفلان. ما راح نقدر، موجودين هم موجودين. ولكن اذا يبقى مجرد يعني جزء من كل عازف ما سوى شيء، لازم يترك اثر. لازم يسوي اثر، لازم يسوي في شيء. حتى نقدر احنا يعني شلون تنبني الاجيال؟ شلون تنبني يعني جيل ورا جيل بالجهود المضنية والعظيمة حتى نقدر نطلع مثلا بمستواهم بهالمستوى هذا. يعني مش فقط يبقى موسيقي وبس، لا، موسيقي وبس حالة حال أي موسيقي ده يشتغل بأي مكان. يروح حتى يمكن يكون موظف بأوركسترا ياخذ راتبه، يروح يؤدي واجبه ويمشي، كمان كتشيلو كأي آلة أخرى. ليش انا دا اتكلم هالشكل؟ هذا ايضا من باب النقد، لانه احنا ما عندنا المناهج وما عندنا الجداول اللي نحتاج نخرج بها اجيال. نعم، أحسنت يا أبو أنمار. طيب الله يسلمك. ناخذ يعني من هذا الكلام الحكمة، أن الواحد إيش الأثر اللي راح يتركه، إيش تسليم الراية، إيش الاحتكاك اللي يصير بين الموسيقي والآخرين، على أساس أن احنا نكون ناس لها ثقل في النواحي المذكورة هذه، وليس مجرد واحد تعلم وصار زين وفاهم ويعرف يأدي، سواء مغني أو عازف أو تعلم شوية كيف يألف. حقيقة أنا سبق ويعني في لقاءات أكثر من هذا تكلمت بنفس الموضوع، اي وأيضا راح أكرره مرة ثانية نفس الموضوع، اللي هو إحنا يعني أنا كلامي السابق كان هذا راح يأيد الكلام الجاي. يعني عظماء الموسيقيين العرب أسماء عازفين كمان عازفين عود كذا، ما تركوا لنا إرث موسيقي. يعني قطعوا مراحل، وصلوا مراحل يعني يشار لها بالبنان وما تركوا لنا شيء. يعني هو تارك لي تسجيل باليوتيوب أو تسجيل على سي دي، صحيح استمتع به، ولكن أنا دا أتكلم على منهج، ايه دا أتكلم على طريقة وصلها أو مدرسة هو أوجدها أو اخترعها حتى أو شكلها وسوى بها تجارب وأنتج بها شغل، بس ما سوى لنا مثل ولا سوى لنا شيء. وراح الله يرحمهم ماتوا أخذوا فنهم وياهم. نعم احنا هذا دا أتكلم عنه. نعم يعني مثال، يعني أنور منسي كعازف كمان، عبود عبد العال كعازف كمان، وين مناهجهم؟ يعني اثنينهم عازفين يعني فطاحل احنا بالنسبه لنا، واعظم الموسيقيين، اعظم عازفين كمان. زين، وين المنهج؟ وين شو سووا لنا يعني؟ هاي صحيح. المشكله. وكذلك عازفين العود بدون ما اذكر حتى الاسماء، ولكن ايضا من باب النقد ايه هذا، يعني حتى يعرف الموسيقي. ليش انا قبل شويه دا اقول مجرد موسيقي ما يكفي، صح لازم ينتج، لازم يسوي شيء. اللي هو قاطع شوط قد يجوز سابق غيره فيه، يعني هو غيره ما وصل هذا المستوى، هو وصل إلى هذا، خليه يدون تجربته، يعلم الناس، يقول لهم ليش الشكل، مو عنده فن وعنده علم وعنده طريقة يبخل بها على الناس وما يعلم بها أحد ويموت وتروح وياه. نعم
ما هذا، ما وهذا هاي جزء الرسالة ايه يعني، هذه مو الرسالة هي الحقيقية. الرسالة أنه لازم تأديها بشكل صحيح وسليم. عندك فن، عندك علم، عندك شيء قدمه للناس، اترك أثر، خلي الناس تستفاد منه. صحيح. هو أصلا راح يكسب خلود ذاتي، خلود للموسيقى اللي هو مؤمن فيها ويشتغل فيها. اي طبعا، إيه. يعني شوف احنا نرجع الى، يعني اذا ندخل يعني الانسان بعد ما يروح يموت ينتظر بس ان واحد يقول الله يرحمه فلان كان، يعني انت اذا جيت اذا عزفت لفلان قول الله يرحمه، والله هذا مؤلف كان جيد، هذا عنده دز له رحمه، يمكن هاي محتاجها هو. نعم، انا هذه يعني تعاليم ديننا شكل. تسلم يا ابو انمار. طيب الله خلينا يسلمك. ناخذ شيء من مؤلفاتك ابو انمار، ايش نختار نستمع مع مشاهدين النادي؟ والله كثير المؤلفات، اذا تريد يعني مثلا خذ انتظار. انتظار، انتظار بدون الف ولام، نعم، ليس طيب ليس هي ليس الانتظار ولكن انتظار. ليش هذا الانتظار؟ لانه انا فلسفتي في الحياه او فلسفه الاشياء اللي امامي، اي شيء هو امامك الان هو في انتظار. نعم اي شيء، يعني انظر للعود ينتظر، انظر الى الشطرنج دي تنتظر، انظر الى الريموت كنترول اللي ينتظر، اني دا انتظر، كل شيء اللي ينتظر، الساعه اللي جايه تنتظر. نعم هاي فلسفه. هذا الانتظار، انتظار لما يكون مع الاشياء الجامده، بس لما يكون مع الانسان يكون بصيغة أخرى. يكون لما الإنسان يمر في حالة انتظار، هذه الحالة قد تكون بها سسبنس مرافق وأشياء مرافقة مع في حالة الانتظار. مثلا لما واحد ينتظر مثلا زوجته تولد، يعني وبالساعات اللي يعني ينتظر، فراح يكون قلق جدا متوتر. طبعا غالبا ما يكون وحده مثلا رايح جاي في ممر او في البيت، وهو يعني في خلجات نفسه ودماغه ده يشتغل وتفكيره يروح بعيد وقريب، فاكو جمله احاسيس تصير يمر عليه، قد يجوز حزن، فرح، قلق، توتر، هذه الضربات اللي راح تجدها بالمقطوعه. نعم زين، فانا تشوف انا قدرت ان انطي صيغه او انطي هذا سيناريو للمقطوع، فتقريب لهذا السيناريو في الموسيقى، ان اكو قلق، اكو توتر، اكو ترقب، اكو حزن، اكو فرح، اكو امل، اكو يعني خيال بعيد، يعني هذا قدرت جميل اسوي جميل. إذن راح نسمعها الآن معك أبو أنمار. ان شاء الله. Thank you.
إذا أستاذ خالد، موضوع المناهج خلينا نتوقف عنده شوية ونفهم مشكلتنا مع المناهج ومشكلتنا مع المعاهد ومع إنتاجها. هذا هو يعني هذا صلب موضوع موضوعي أنا اللي كنت دائما أتحدث عنه ودائما ألح عليه ودائما يعني هذا طموحي أنا يكون عندنا منهج. ليش؟ للمنهج لأنه أنت تشوف إحنا تحدثنا عن الدول المجاورة ودول العالم أيضا كلهم عندهم مناهج، مناهجهم يعني تصب في مصب واحد. يعني أعطيك مثال، يعني الكمان الغربي وليس الشرقي. الكمان الغربي اكو كذا منهج يعني إلى وبالاسماء وبدول، يعني الصين اليابان التشيك الالمان الروس النمسا اي بلد اي بلد غربي عندهم منهج، اليونان تركي كلهم عندهم مناهج يخرجوا لك عازف كمان موسيقي وعازف متمكن جدا مقتدر كان يكون مثلا عازف في اوركسترا. طبعا احنا محتاجين هذا العازف، احنا محتاجين هذا المستوى من العازف، احنا لنا بالشرق مالتنا محتاجين ان يكون عندنا هذا المستوى من العازفين. زين المنهج هذا المنهج الكمان موجود بالعالم، زين احنا حتى نقدر ان يصير عندنا خريجين ويصير عندنا موسيقيين بالمستوى هذا اللي دا اتكلم عنه لازم اكو مناهج مقابل. المنهج شلون يصير؟ شلون يطلع؟ المنهج يكون يطلق من مؤسسة رسمية حكومية أو مؤسسة إنتاجية. يعني الآن أصبحت المعاهد أهلية كثيرة، معاهد أهلية. يعني سواء هنا في أنا عايش بالإمارات، بالإمارات أو في بلدان عربية كثيرة موجود مؤسسات أهلية تدرس موسيقى. طيب هذول المؤسسات لازم يكونون بالمستوى الراقي احنا اللي نتحدث عنه، ويكون عندنا المنهج اللي يمشون عليه. شلون يصير المنهج؟ المنهج يصير المؤسسة الحكومية تتصل بناس معنيين، يعني تجيب مثلا منهج للعود في العراق على سبيل المثال، يجيبون خيرة أساتذة العود والمعنيين بآلة العود والمدرسين الجيدين جدا، يجمعهم تعالوا يابا نريد نسوي منهج للعود بحيث انه ينطلق من المرحله الاولى يوصلنا للمرحله السادسه اللي يتخرج بها الطالب، يعني ابتداء من اول ما يبدا يتعلم الى ان يتخرج ب6 سنوات او اكثر او على مراحل مثلا حسب البرنامج. هذا المنهج ما يسوي شخص واحد، يسووه مجموعه، يقعدون يدرسون التمرين، المكان، الجمله، يدرسون كل التفاصيل ويحطون المنهج بحيث انه يغطون كل تفاصيل الدايناميك والعزف والاداء والريش والعود والاوتار خلينا نتكلم عن العود وطول الزند وطول العود وشكل العود وحجمه والعمر الفني، عمر الطالب، يعني كلها تتغطى لازم. وهذه مو هي يعني مو هي شغله سهله ابدا، مو سهل يعني مو بالسهوله هذه. حتى واحد يعني يطلع عنده منهج، هذا منهج الصف الاول، هذا منهج الصف الثاني، هذا منهج الصف السادس، وهذه المناهج تكون مدروسه بدقه متناهيه. هكذا يكون منهج. لما يجي الطالب جديد يدخل اكو ضوابط وشروط تنطبق عليه حتى يجي يؤهل حتى يصير طالب بالصف الاول بعد الاختبارات وبعد الامتحان اللي يجري يدخل ياخذ هذا المنهج يتغذى به. خلص ال6 سنوات هذه يريد يكمل، اكو مناهج اخرى يكمل بها مثل ما ليش موجود بالموسيقى الغربيه. هذا المنهج مثلا الصيني او الياباني سازوكي مثلا، سوزوكي سازوكي ايه سوزوكي اي سوزوكي منهج ايضا بيجينرز وادفانس، يعني المبتدئين والمتقدمين تدريجيا تمر الى ان تطلع. هذا هالشكل يصير. وهذا حتى نسويه يعني مو يجي اكلف انا يعني كعامل
عازف عود واستاذ عود، تعال استاذ خالد انت عضو بلجنه المنهج، انا عضو واحد من الاساتذه، لازم يصرفوا لي، يعني المؤسسه تصرف لي لان راح اتفرغ انا. كذلك احنا لما نريد نوثق ونؤرخ لفن بلد معين، يعني انا مثلا بالعراق كعراق الوان الموسيقى اللي موجوده بالعراق هذه كلها لازم توثق وتسجل وتدون وتنوط يعني تكتب وتتخلى يعني شو اقول لك بالبنك المركزي يخلوها، لان هذا جهد ثمين جدا. زين وين هذا ومن يسوي الجهد والناس تجي وتروح ويروح معها؟ نعم، لأن احنا هذا عندنا هو محتوى المنهج. إذا المنهج شكله كما ذكرت بالشكل التدريجي يا أبو أنمار، هذا هو المحتوى المغذي للمنهج، أليس كذلك؟ اي طبعا، إيه، لأن يعني انت عندك عفوا، يعني انا عندي مثلا شمال العراق، شمال العراق بكذا لون من الموسيقى، طبعا الموسيقى هذه لها تاريخ وهستوري ولها امتداد ولها ترابط مع الدول الجوار، تمشي تنزل مع النهر، خلينا ايه نجي مع دجلة والفرات، تمشي الموسيقى المرافقة للنهر إلى أن توصل مثلا النهرين اللي يفوتون بالعراق وإلى أن تجي إلى شط العرب وللخليج توصل. تعال شوف على الأطراف شوف الموسيقى، تعال دون، تعال سجل، راح تشوف عجائب الدنيا عندنا. أنا كعراقي ده أتكلم، عجائب عجائب عندنا، موسيقى عجيبة غريبة، هذه كلها ما توثق ما تدون ما يتعب عليها، تطلع لجان، لازم لجان فنية محترمة مختصة، تمام، تطلع هذه اللجان هي اللي تتحرى وتتقصى وهي اللي تدون هي اللي تسجل. هكذا المناهج تصير بالعالم، صحيح. حتى أحافظ على مثلا موسيقى شمال العراق، الموسيقى الكردية، الموسيقى العربية، الموسيقى البدوية، الموسيقى الريفية، موسيقى جنوب العراق، الأطوار بالجنوب، المقام في بغداد، المقام في كركوك، المقام في الموصل، المقام العراقي يعني، المقام في البصرة، أطوار الجنوب، ألوان الجنوب، طائر الجنوب، طائر الشمال، كلها لازم، هذه كلها يعني هذا فن. مرات يسألوني بعض الأصدقاء الفنانين يقولوا لي شلون أنت جمعت هذه من هذه كذا، شلون يابا، قلت لهم احنا عندنا ترى كذا لون موسيقى بالعراق، هذا البيات يؤدى كذا، بالمنطقة الفلانية سوى كذا، بالجنوب هالشكل، بالشمال هالشكل، يعني ألوان متعددة من التونات، من اللون، أي تونات متعددة من لون واحد. طيب هذا محرم كله يروح جزافا وما يدون وما يتوثق. كذلك أبو أنمار، يعني العالم يبحث عن جملة جديدة، فكرة جديدة، طعم جديد في التأليف، في كل شيء. يعني بلادنا الآن لما نوسع من العراق، وأنت ما شاء الله متعدد اللغات، تعزف كثير من اللغات داخل العراق وخارجها على الآلة، وعلى في المؤلفات نشوفها، الناس تبحث عن أفكار جديدة، تبحث عن شيء يمتد من الماضي ويأتي بجديد من جذور سابقة. في بقاع دولنا العربية، لما نتكلم الآن عن الموسيقى العربية، كل بلد عندنا عنده ألوان وأشكال يمكن نسيت أو هجرت، أو مثلا عندنا تكبر عليها. هذه راح تغذي مناهج وتغذي موسيقي الأجيال الجديدة، مؤلفين الجدد، أفكار جديدة ممكن تطلع. هذه دول العالم تعرف هاي كلها يوثقوها ويأرخوها وياخذون منها ثيم وياخذون منها جمل وياخذون منها ويسوون منها مناهج. شلون احنا لا نسمع موسيقى ارمنيه؟ نعم، شنو اللي يخليك تقول عليها ارمنيه؟ صحيح، هويات. شنو الهويه مالتها؟ شنو اللي يخليك تقول عليها فارسيه، اذربيجانيه؟ شنو تقول اسباني؟ ليش تسمع ضربتين على العود او على اللوت او على الجيتار تقول هاي الجمله اسبانيه؟ زين شنو، ليش اسبانيه يعني؟ شلون يعني؟ يعني تسمع انت حتى تقول اسبانيه؟ صحيح. يا هذه الهويه، انا ما اتكبر على هويتي ولا انت لا تكبر على هويتك. احنا قبل ان ننتج موسيقي جيد لازم نربيه على هاي كلها فوته، حتى ما يطلع
يعني الان شوف، هذه ايضا راح اقولها طامه كبرى ومكررها ما ادري كم مره. يعني موسيقي عربي يروح يدرس موسيقى تركيه. يعني مو طامه كبرى، انا مع احترامي للموسيقى التركيه، كنا نحب الموسيقى التركيه. زين ليش من شايف انت تركي جاي عندنا يدرس موسيقى عربيه؟ نعم يعني سامع انت هيجي؟ نعم اكو نعم موسيقي من تركيا جاي عندنا يدرس موسيقى عربيه، اذا كان بالعراق ولا بالسعوديه ولا بالخليج ولا بالكويت ولا باي بلد ولا بالمغرب، ما يجون يدرسون موسيقى. ليش احنا ندرس موسيقى؟ ليش احنا ما عندنا؟ نعم ليش هو اللون مثلا التونسي بتسمع، انا الان اسمع جملتين ابتهج يا اخي، افرح. لون مختلف عن لوني العراقي، لون عربي جميل عذب طربي، يعني ما شو اوصف لك بيه، في غايه الجمال. جزائري بعد اجمل، المغربي الوان كل واحد يعني في مكانه. زين هاي الالوان مو حرام الشكل احنا نتركها ونروح ندرس موسيقى تركيه وادرس هندي؟ زين ليش؟ ما احنا ناسس طلابنا وناسس نخلي الغرب نفسهم يجون يدرسون عندنا. أبو أنمار، في بس نقطة أخيرة هنا، مداخلة من عندي وواصل حديثك. الناس اللي شيء من التكبر نجد فيها، يقول لك يا أخي بلا تعقيد، إحنا 7 مقامات تعلمناها من أغاني عبد الحليم ونجاة الصغيرة وخلاص، أنا حتى لو بألف أنا هذا حدي. يعني مشكلة السقف النازل هذا والجهل الطاغي اللي يخلي الواحد يكتفي ب3 كلمات ويعتقد انه يعرف كل حاجة، سواء في العزف ولا المقامات ولا الإيقاعات ولا الكلمتين اللي سمعهم، يعني مو شايف خير وشايف حاله. هذه كارثة أخرى بصراحة، هذا يعني أشوفها بشكل متعدد، يعني لا 1 ولا 2. زين، هسه راح اجاوبك هاني. ايضا راح اجاوبك يعني فد لطمه هيك يعني. زين نعم احنا لغتنا 28 حرف، حروف الموسيقيه مالنا، نغماتنا الموسيقيه 7. نعم لما مع الانصاف صارت 12، مع الارباعه صارت 24، ما ادري صارت. المهم ايه نعم ارقام. نعم للشيء احنا يعني نوجز العمليه بهذا الشكل؟ انا اقول شكو عندنا احنا الحروف العربيه كلها 28، يعني ايش اريد اسوي يعني؟ ليش هي شكل الامور؟ نعم هذا تعرف هاي طامه كبرى وجهل اكبر. نعم ها شنو هذا اللي يتكلم الشكل هذا؟ كل شيء ما عنده يعني. هذا كل شيء انا يعني ميموري فارغ. ليش هي شكل الامور؟ ليش هي الموسيقى بس 7 نغمات او هذه 7 اصوات نسمعها؟ ايه يعني المية ابو شو انوار، المية كم مية عندنا؟ هذه؟ اي هذه يعني هاي نغمه واحده. شوف بالتركي بالاذربيجاني بالفارسي بالعربي المصري عن العراقي يختلف، المصري عن الشامي يختلف، العراقي عن الشامي يختلف. هذه الموسيقى هذه اللي يتعلمها الشكل، مو هي 7 حروف وشكو عندي. لا عندنا فحول الشعراء كتبوا من الشعر من هاي ال 28 حرف وكلمات استخدموا. احنا دائما نقول كل شيء بالشعر مباح، بالادب مباح، وبالموسيقى نفس الشيء. يعني هذه انا سمعتها ايضا من احد الاساتذه اللي التقيت وياهم، انه كل شيء موجود بالموسيقى مثلا ايه وحتى بالشعر، يعني كل الكلمات موجوده. ليش المتنبي او ابن زيدون زين او ابو فراس الحمداني او الشعراء هذول الفحول يقول لك شعر يوقف شعر جسمك كله بالهاي الكلمات اللي احنا تمام الاخ ما عاجبته، صح ولا لا؟ اي نعم اذا هذا كل شيء موجود، ولكن احنا جايين نركب ميكانو حتى ننتج ماده مبهجه، ماده جميله، ماده ننتج شيء جديد. نعم هاي نفسها نطلع. هي مستويات فوق بعض، يعني احنا واقفين عند مستوى 1 ولا 2، وخبرتنا اللي شايفينها 3 كلمات والخيال واقف. مشكلة هذه شخصية، يعني اي مشكلة في هذا النظام في لا المؤسسة. هذا اللي دي يتكلم بهذه الطريقه، يعني هو ما عنده ما قاري شيء، ما دارس شيء، ما شايف شيء، ما يعرف شيء، يقول لك هالشكل. ليش هذه موسيقى الشكل؟ هل الموسيقى
قبل 300 سنة 200 سنة بيتهوفن وموزارت وتشايكوفسكي والعظماء المؤلفين قلبوا الدنيا قلاب بيها، لحد الآن احنا ما يطلع عندنا مؤلفين مثلهم بمستواهم. زين هذول قبل 200 سنة كانوا سابقين. زين احنا هسه بعصر الكمبيوتر واليو اس بي والانترنت وال4 جي وال5 جي وما اعرف ايش يطلع بعد، اي واحنا كل بس الشكل شيء ماكو. ما نعم يصير يا اخي، لا لازم الناس تصحى، لازم الناس تعرف، لازم الناس نعم تشوف، تشوف العالم ايش وين واصل ايش يسوون واحنا قاعدين هالشكل. ما يصير. نعم جميل. إذا يعني توقعات المناهج هذه في النتيجة راح تطلع نتائج، راح تطلع موسيقيين، راح تطلع قطع موسيقية، راح تطلع أفكار، احتكاك، تقدم، يعني تحرز تقدم يلفت الآخر. ما هو بلا منهج ماكو، يعني ماكو تعليم، شلون انت تتعلم؟ يعني اي شيء. هسه انت مثلا خلينا نجي مثلا للمدارس الابتدائيه عندنا. اكو مناهج بكل دوله موجوده عاملين لها منهج، لانه هذا يعني عايزه، هي هاي هم بها مناهج. زين فموجوده مناهج التعليم نعم عندنا موجود. طبعا موجود من الابتدائيه، وانت تمشي الى ان يتخرج الطالب من المعهد او الكليه او الجامعه الى اخره. اكو مناهج، هذه مناهج موجوده وفي كل بلد ولها قوانينها والى. احنا اذا اتكلم عن الموسيقى احنا ما عندنا، وحتى موسيقى بلداننا ما بيها من، فما نقدر نخرج. حتى اللي يتخرج ده يجيب منهج من برا، ده يدرس هنا شويه، يدرس هو طالب بالمعهد ودارس بالمعهد ومحسوب على المعهد، من برا يروح يجيب مناهج ويجيب تمارين حتى ويتعب إذا وهذا. مثق. اي هو طبعا اللي يريد يتعلم حتى يوصل مرحله معينه. يعني احنا بالضبط المثل، اسمي بالحصاد ومنجلي مكسور. انا بالمعهد طالب وما عندي منهج. يعني ما شاء الله الله يخليك. نعم فالان مثلا يسمعني الاخ المصري، اخواني على راسي الفنانين المصريين، عندكم مناهج موجوده، ولكن هذه يعني ما اعرف مستواها، ما اعرف طريقتها، ما اعرف طبيعتها. حسب اللي دا اشوفه مثلا بالتحديد في آلة العود، ما دا اشوف منهج يعني مثلا من الالف الى الياء. مثل ما انتم ما عندكم، احنا ما عندنا نفس الشيء، مشكلتنا واحده، نفس المشكله احنا وياكم، احنا والجزائري نفس المشكله، احنا والكويتي نفس المشكله، هاي مشكلتنا هي واحده، احنا هالشكل ما عندنا. نريد نسوي، نريد نعمل، ودنا نقول ودنا نتحدث ان نريد نسوي، ما راح نسوي، انسى ما راح نسوي. على طاري المناهج أبو أنمار، قبل ما نقفل هذه النقطة وننتقل إلى محور مهم، كذلك الجانب الآخر الاحتكاك اللي دائما يعني نسمعك تتكلم عن موضوع الاحتكاك بالأساتذة الكثر. يعني أنا أتعلم من هذا الأستاذ الكبير وهذا الأستاذ وهذه الأستاذة، وفي مجتمع ما يسمى بالمشق والاحتكاك والعزف المشترك، وأشوف فلان وأسمع وأتعلم. كذلك هذا الجانب مفقود نهائيا، ما نشوفه احنا. يعني شيء غريب، حتى ناس تقول لك يعني أنا تخرجت كنت أحفظ الأشياء في آخر لحظة قبل الامتحان، كنت ما أعرف إيش، يعني هذا إيش، ما راح يطلع شيء. الجانب الآخر الجانب الاجتماعي، جانب الاحتكاك، جانب الأساتذة اللي نتعلم منهم، هذا وينه في العالم العربي؟ أنتوا يمكن في جيلكم، حتى أنت ذكرت في مقابلات سابقة احتكاكك كان مع ناس شبه الأصدقاء، صحيح. وأنت مو من النوع اللي عبر في طريق مؤسساتي لتتعلم، أنت تعلمت بأظافرك. زين احكي لك شو ميزة الموسيقى او الموسيقي، ميزة الموسيقي او الموسيقى ايضا، انه هي تعلم بالسمع والمشاهدة. يعني انا اذكر عمي كان وداني الاستاذ غانم ناجد بالموصل رحمة الله عليه، ما قبلني، انا كان عمري 11 سنه. هو معلم مدرس كمان، كان في عنده يعني دكان صغيره يدرس بيها، فما قبلني، قال له ما اقبل انا ما ادرس بلا. قال له طيب ما تدرسه خليه مستمع بس، بس يستمع ويشاهد. قال له خليه يقعد.
فكان يجيبني عمي اقعد على كرسي ما اناقش ولا اسال هذا، بس اتفرج طالب او اثنين او ثلاثه يدرسون قدامي، بعدين يجي ياخذني عمي يعني ورجعني البيت بالسياره. نعم. هذا تعرف هذه هاي احكي لك عنها الان. انا اذا يعني استذكر شلون كان الاستاذ يدرس، شلون كان يحط الاصابع، شلون كان يحرك القوس الباور، كل شيء يعني اتذكرها لحد الان. يعني انا طبعا موسيقى يتعلموها الناس بعمر صغير، عمر صغير يعني. هي الموسيقى بالمشاهده والسمع، هذه ميزه موجوده بها. طيب حتى الموسيقي يعني يتعلم اكثر لازم يحتك. ليش؟ لانه انت اكو ايضا بالموسيقى اكو باور معين، ليفل معين للصوت، يعني مستوى معين مثلا لقوس الكمان وباور معين بيه لما تكون انت بدك تعزف مع عازف اخر، يعني دويتو او ثنائي. أي اما لما تكون ثلاثي شيء اخر، لما تكون مع رباعي شيء اخر، لما تكون ثمانيه ومعاكم تشيلو ناتج الصوت غير، لازم تعرف شلون تنسجم مع قبلك والبعدك نعم وحتى الامام والخلف، يعني حتى مكان الجالس العازف يسوي بالانس هو بالسمع عند اذان اثنين يسمع بيهم، وبعدين يقدر كم الباور اللي راح يعزف بيه قياسا باللي قبله واللي بعده واللي امامه واللي خلفه. قلت لك عند اذان اثنين، لانه انما جعل الله لك اذنين اثنتين وفما واحدا لتسمع اكثر مما تتكلم، حتى تعرف شلون تنتج وتنسجم مع المعاق. ايه هذا الاحتكاك مطلوب للعازف. احيانا لما يكون طالب يمكن يشكلون فرق بالمعاهد حتى ايضا يمارسون هاي الحاله يعرف، ولكن ايضا لازم المنهج ياكد عليه هذه. ليش؟ لانه اكو دايناميك، احنا ما يعني ما ندرس دايناميك بالموسيقى العربيه، ما عندنا. يعني احنا لما نجي نعزف سماعي معين تشوف مثلا الفرقه الفلانيه عازفين بطريقه، الفرقه فلانية عازف بطريقة أخرى، العازف الفلاني عازف بطريقة أخرى، هتشوف نفس العمل بعدة أشكال من الأداء. ليش؟ لأن إحنا ما عندنا مثل الغرب شكل واحد، إحنا عندنا الشكل المتنوع هذا هو جميل طبعا، ولكن يعني أيضا ما ندرس الدايناميك. فالعازف اللي ما يدارس دايناميك وما دارس تكنيك وما دارس أداء ما تشوفه يعرف يأدي. يعني الآن تطلع فرق مثلا آلات نقرية أعواد وقوانين، لما أنت تسمع ما تسمع أنه الانسجام الكامل بيناتهم بمستوى الضرب، مستوى العزف كان عود ولا قانون ولا هاي الآلات. ليش؟ لأنه هم ما يعرفون هاي المعلومة اللي أتكلم عنها، ما دارسيها وما حد معلمهم إياها، فإذا ما يعرف فاقد شيء لا يعطي. طيب أبو أنمار، نفس الشيء، ملاحظة عازف آخر مثلا، أستاذ يقسم قدامي، أستاذ مثلا يغني، تمام، هذه كلها أشياء نتعلمها من الاحتكاك. الآن المقارنة مثلا بين أجيالنا العربية الموجودة اليوم والأجيال اللي نشوفها في تركيا وعند الفرس وعند الأذربيجانيين، الشباب، كمية الاحتكاك اللي عندهم قاعد نشوف نتائجها، ما قاعدين نشوف، لا عندنا أصلا مجتمعات مثل هذه، نادرة هذه على المستوى الشخصي والخاص والتجمعات الصغيرة، ممكن مو احتكاك مع خبير أصلا. هل هذا الشيء أنا يعني مبالغ فيه؟ يعني أنت شايف أكثر مني. أحكي لك شغلة حقيقة، أنا نبهتني على موضوع. أنا أحب الموسيقى الأذربيجانية، أحب الموسيقى اليونانية، أحب الموسيقى الفارسية، أحب الموسيقى، أحب كل الموسيقات، أي شيء موسيقى أنا أحبها. زين، لما أحب شيء أحب أسمعه، أحب أتعرف عليه. تعرف لما أشوف الفرق الأذربيجانية، ذول الناس يعزفون بآلاتهم الشعبية، التار والكمانجا، كمانجا اللي هي جوزة احنا نسميها، يسموها كمانجا، كمانجا ايه هاي الآلة، الكمانجا والجوزة، واللي عفوا التار. أحيانا أشوف بزوق، أشوف عود، أشوف آلات قانون، طبعا آلاتهم هم نفسهم، أحيانا سنطور،
تعال اسمع، الناتج اللي ده يطلع من العازفين اثنين مثلا، ده يرافقون مطرب او قاري مقام، يا اخي مبهر، ملفت للنظر، يعني تقعد تسمع تعجب بيهم. زين، لا فرقة ولا اثنين، كثير كثير كثيرين. وتطلع تسمع مثلا مقام، مثلا مقام خلينا نقول هزام، بأسمائهم مقاماتهم هم، مقام شور، مقام يعني سيغاز، الأسماء بياتي الأذربيجانية، شيراز. شيراز، بياتي شيراز كذا، تسمع من هاي الفرقة، من هاي الفرقة، تسمع الشغل يعجب، تعجب به جدا. إذا معناها هذول دي يدرسون، هم شباب صغار يدرسون، دي يدرسوهم بالمعاهد مالتهم، يدرسوهم هذا الأسلوب بالأداء، وهذا التآلف، وهذا الانسجام، ودي يطلعون منسجمين، دي يعزفون. مو احنا يطلعون مثلا مجموعة عندنا بالفرق مالتنا العربية، تشوف كل هذا يضرب قوي وهذا يضرب قوي. ماكو عندنا تنظيم، ماكو ديناميك موجود. يعني الناتج النهائي للشغل مزعج، مو يعني ما يعجبك تسمع. نعم طبعا واذا تقول لهم ماذا يعجبني انت هنا، خلنا يعني مشكلة، شي يعجبك ما يعجبك العجب، ينزلون يتكلمون ما ليش طلعوا. يابا مادة موسيقاكم ما منسجمة يا أخي، أنتم مادة تسمعون، أو أنت اللي تقدم هذا النوع من الموسيقى، مادة تسمعك ونوتات مو نظيفة، أو بين قوس إنه جاز، مادة تسمعون إنه جاز. وهذه معضلة أبو أنمار، إن الواحد كيف يلاحظ الشيء وهو ما يقدر يعرف الشيء نفسه لا هاي دائما. مش يعني يعني الشخص مستحيل يلاحظ شيء هو ما يعرفه. هاي هذه هاي مشكلة كبرى في العالم هذه. يعني شلون الله يخليك، يعني عازف ده يعزف غلط، ده يعزف مو نظيف، يعني انتونيشن اكو مو دقيق بالتون، زين اذنه ما تشتغل ما يسمعها، يعني هاي طامه كبرى هاي. نعم، طيب ننتقل إلى المحور التالي ونستمع إلى عمل آخر. المحور التالي، الآن الدنيا تغيرت، صار في محتوى موسيقي عربي أبعد من الكتب، أبعد من التسجيلات، جاء الإنترنت، جاء التواصل الأونلاين، صار في عندنا أشياء كثيرة جدا. احنا نبغى نشوف يعني إيش اللي قاعد يصير في المقارنة في المحتوى الموسيقي العربي مع المحتوى اللي نشوفه من مثلا إخواننا في الموسيقى المقامية. خلينا نتكلم عن المحتوى ونتكلم عن مجالات أخرى أبو أنمار، وأنت مطلع على كثير مما يحدث في المحتوى، يعني دائما نتفاجأ بأفشات كده عندك يعني. أنا حقيقة تعرف شايف هذا اللي يرمي السنارة وقاعد يصيد يدور له فد سمكة كبيرة، فد شيء صيدة زين، صيدة ثمينة يعني. إيه نعم، أنا أدخل للإنترنت ولليوتيوب وللمواقع قنوات. حتى ألقي فد مادة، لأن أنا ما عندي استعداد 10 دقائق من وقتي أسمع بها شيء، ما يسرني. نعم، أنا أبحث عن شيء يونسني يسرني ويسعدني، لان يعني احنا ليش عايشين؟ احنا عايشين نبحث عن السعاده، أو فلازم القيمة. ألقي أيوة القيمه طبعا، ألقي في شيء ينسمع. نعم، ولهذا مثلا لما تشوف شغله بها قيمه ارسل لك اياها وارسلها لاصدقائي، يعني اصدقائي اللي هم معايا بالجروب وبالمجموعه، اقول لهم معكم اسمعوا. يعني مثل اكله طيبه تشتهي لنا وطعمها للناس. هذه طبعا يعني هذه صيدة، يعني مو دائما تلقيها. أو أنا أعرف وين أدخل وين أروح، لأن أكو عندي أماكن أتبع هاي النوع من الموسيقى، وهذا النوع من المقام، وهذا النوع من الغناء، وهذا النوع من الفن، يعني أتقصد أسمع هنا حتى أشوف إيش يصير. ودائما دائما هذول الناس اللي هم غير العرب طبعا، دا أسمع منهم ما يعجب ويبهر. والعرب. العرب نجيناه، يعني كانك خطرتهم يعني. يعني تعرف شو انا راح احكي هسه، طبعا والله يمكن راح يزعلون مني كثيرين، بس انا ما اقصد احنا احد. ودنا نشوف الاشياء بشكل احسن بكره وبعد بكره، هذا الهدف الحديث. انا دا احكي عن الناس اللي تخدم شيء، يعني البضاعة الجيدة، المادة الجيدة،
تلقي مستمع جيد، تلقي مستقبل جيد. لما انت تقدم شيء جيد انا راح اهذا شير هذا الشيء الجيد ابعث لك اياه، وانت راح تبعث لزميلك فلان، ويعني راح يدور، يعني شيء جيد يفرض نفسه، بضاعة جيدة تطرد البضاعة الرديئة. الآن للأسف للأسف بضاعة جيدة جدا قليلة. ما يزعل الكلام، خليل ده أسمع بضاعة جيدة من عندنا إحنا العرب، اي قلما تسمع شيء يعني ما أعرف. الوسائل الاجتماعية، وسائل التواصل الاجتماعي، أنا بالضبط صار عندي حبل غسيل، ما زعلت أبد، ما زعل حشيتي حبل غسيل يا أخي، كل من عنده شيء يجي شر يا أخي. أنت يعني ما أعرف الناس اللي تقدم يا أخي، ما تسمعون إيش الناس اللي تطرح، حتى تطرحون أنتم مادة، ما تسمعون إيش يصير. يعني واحد بالبيت قاعد سوى شيء بالعود راح ناشر، واحد سوى شغلة راح ناشر، سوى بالقانون. زين انت المادة اللي تطرحها، زين مو تريد انت ناس تسمعها وتقيمها، غير تطرح مادة بها قيمة حتى الناس تسمعك. مواد ركيكة جدا، مواد يعني ما اعرف يعني. المادة المنشورة تدل على ناشرها طبعا، يعني شلون احنا الاخوان المصريين يقول لك الجواب باين من عنوانه. ايوه يعني لو كانت المادة ذو قيمة عالية، لا هي تشوف مشاهدات عالية وناس تتشيرها وتتداولها حتى الآخرين يمكن ينتبهوا عليها ويعزفوها الأمم الأخرى. اي يعني لما تطرح مادة ذو قيمة توصل هالشكل. بس اللي للأسف اللي يعني ما ايش احكي، انت بدك تشوف وحتى راح على مستوى المعرفي يا أبو أنمار، المستوى المعرفي لما تشوف ناس يحللوا مقامات أو يتفلسفوا في شرح أشياء، كل شيء الخطأ ما أكثره يعني في المحتوى. ما نشوف موقع مرتب، يعني نذكر احنا دائما موقعين ثلاثة بالخير دائما نذكرهم، كانوا فيهم ناس يتعلموا ويضيفوا ويقدموا، والآن صار الموضوع مفتوح على مصراعيه، كل واحد يكتب والثاني ينشر والثالث يكبس والرابع يرفع، صاير كمية المادة الهزيلة طاغية يعني لدرجة انك ما تقدر تشوف جواب على اي شيء بسيط موجود. الآن الجيل ايش راح يتعلم اذا شاف الموضوع هذا؟ أحكي لك شغلة. كان أستاذي أحمد الجوادي رحمة الله عليه، الله يرحمه. الله يرحمه مواتك، كان دائما يقول لي ماكو ضريبة على الكلام عندنا. أقول له شلون؟ يقول لي أنت تقدر تقول أنا أمير الكمنجة، وهذا أمير القانون، وهذا ملك الناي، مصطلحات ألقاب. احنا دائما نحب هاي الشغلات، هذا الجبل الفلاني وهذا الصرح اللي مدري شنو، احنا نحب هالشيء. الهرم احنا عندنا هاي عقدة التكبير والتضخيم والمدري شنو هاي. ليش هي انت شايف اليوم مثلا يقدموا لك موسيقي اجنبي او من اللي ذكرناهم من غير العرب، يقول لك مع الاسطورة المدري شنو الكذا، فالألقاب هالقد اللي قدام حتى يقدموه، ما مجرد اسمه فلان أو يذكر اسمه بالله تسمع، ما يراد له تقديم ولا يراد له نفخ ولا يراد له، لأنه هذا عنده شيء يقوله، نعم عنده شيء. يعني احنا شلون عندنا المثل يقول الديك من بيضة وصياح، من البيضة يصيح، عنده شيء يريد يهلهل ويقول، مو احنا يعني اطلعوا لي مع الاسف يعني نص صردان موسيقي يعني بعده ما متكامل، ويريد يقدم فن للناس. شو تقدم يا اخي؟ شو تقدم غير تسلح نفسك وتقدم، غير تثقف نفسك توصل مستوى حتى تقدر تقدم؟ فهاي المشكله. زين هاي شغله ذكرتها من المشكله اخرى المفروض كان نقولها بالمحور السابق، انه المواقع اللي تعلم الموسيقى بالانترنت، مو يعني مو المواقع الرسميه، اكو مواقع شخصيه يعني
اشخاص مسويها، وقنوات و... اي اي قناه شخصيه مال اشخاص يعلمون بها. ادخل انا مرات اتابع، اقول ده شوف ملكت عنه وعن له، مثلا فد موقع واحد يعتمد عليه، يستند عليه، يحث عليه، يقول له روح للموقع الفلاني. يا يؤتمن اخي عليه الجيل. يا اخي يا اخي، يعني ما اعرف شو هالشيء، ما اعرف. ماكو عندنا للاسف ماكو رقابه، ماكو احد يقول لهم يا باش ده تسوون. ان واحد يطلع عمره مثلا 12 او 14 سنه هو معلم مال عود. يا اخي انت وين تعلمت العود؟ عمرك 12 سنه وجاي تدرس ناس. انت وين؟ منين تخرجت؟ منين؟ شنو منجزك؟ شنو نتاجك؟ منو حتى انت أستاذك؟ من استاذك؟ منو علمك؟ زين حتى تعلم الناس غلط. والمصيبه الاكبر بهذه انه انزل اقرا تعليقات، الله يا سلام يا عيني، عبارات مدح. زين انتم اللي تسمعون، والله العظيم مبروك عليكم هذا الاستاذ اذا انتم بهالفكره. يعني ما اعرف، ما اعرف يعني. يعني بالنتيجة أبو أنمار، يعني لذلك يعني نشوف مستوى العزف العام الآن، يعني قلة من العازفين العرب اللي تقول ما شاء الله، يعني هذا شيء صراحة يفتخر فيه. يعني أتكلم على مستوى الآلات كلها، حتى الغناء يمكن هذه نربطها بالنتائج، الأسباب تؤدي إلى النتائج. اي احكي لك شغله، انا ما يعني كنت قاسي، يعني قاسي انا بحديثي اليوم، لان هو موضوعنا النقد ترى، نقد وانا ايه ناقد، قلت انا راح اكون صريح. انا لا الغي ولا اتجاهل ولا انكر انه اكو ناس عندها فن راقي تقدم، أكيد موجودين، خاصه اصوات، عازفين، الات، مؤلفين، مبدع، موجودين، ولكن ما يعني على الاصابع معدودين. ايه صحيح يعني لما تيجي تشوف النسبة كبيرة، يعني ايش قد تنطيهم نسبة؟ مثلا اثنين بالالف، واحد بالالف، لانه الاكثرية مع الاسف اقولها مو زينين، مو زينين. يعني انا يجيني لا حد يزعل مني، يجيني ما اعرف كم رسالة صوتية وبها عزف، ناس يدزوا لي عزف، استاذ اريد تقييمك، اريد شو اسمه، يا اخي انا شو اقيمك؟ ليش اقيمك انا؟ انا ليش اقيمك؟ ليش مو زملائك يقيموك يسمعوك؟ انت لما عندك ماده اذا تعزفها بيها شيء، هي راح توصلني بلا ما انت تدز لي اياها. اكو ناس راح تسمعها تلقفها، تعرف انه بيها قيمه فنيه، فراح توصلني، وانا راح ارجع اقول لك احسنت وبارك الله بيك واقول لك، بس مو انت تعزف اي شيء وتدز لي حتى انا اقيمه. انا ما اقيمك اعطيك شهاده يعني. لا غلط، هاي الشغلات لازم العازف من اللي يقدم للناس فن لازم يعرف انه هو قاطع شوط، قاطع مرحله كبيره حتى يبدي ينشر على اليوتيوب ويطلع كل شيء. بالمناسبه يعني انا قلما افتح الفيسبوك، يعني بس افتح اذا اكون اول شيء اجي على الرسائل واطلع، اكو رسائل لانه صار يعني التواصل بهاي الطريقه. بالنسبه لليوتيوب لو اكو شيء، اكو شيء باليوتيوب او ماده راح توصلني من اصدقائي، اللي احنا مجموعه نسمع شيء فن راقي، احنا نسمع شيء متميز، احنا نريد المتميز هذا نصعد بالناس كلها نوصلهم لهذا التميز. هذا طموحنا. يعني جلسة النقد هذه اللي احنا بيها اليوم هذا سببها، يعني مو هو انتقاص من الناس اللي دا تسمع ومن الناس اللي دا تقدم، لا اريد نوعيهم، اريد اقول لهم انتم وين، لازم تفهمون انه الامور اختلفت، الناس وين صارت، ايه الناس وين تقدمت. هذه شوفوا الاذربيجان، شوفوا ايران، شوفوا تركيا، شوفوا ارمينيا، شعد دول كلها، هذه دول الميدل ايست الشرق الاوسط، كلها نفس اربع اللغة دول المقامية. اي، واللي احنا كلهم دا يعزفون المقامات الشرقيه، ايه سابقينا احنا، سابقينا واحنا احنا. نتسابق ابو انمار، نبغى نلغي المقامات ونبغى نعمل اوركسترات ونبغى نعزف ما اعرف ايش وجاز و... وبعدين يعني راح تسابق مين، ومين اللي راح تتفوق عليه؟ راح تلغي نفسك. هي بالضبط انت، يعني هو هذا الجواب.
هذه كارثة كبرى يعني، مو منتبهين لها. معظم الناس لسه يعني بعد 100 سنة و200 سنة من التوجه هذا مو صاحيين. ثانيا، على موضوع النقد أبو أنمار، دائما موضوع أن احنا نريد أن نسمع المدح والثناء على الشغل، زي يا ما قلت أخي لما ترسل لك الأمور رجاء قول رأيك، والرأي بس نوع واحد، قول لي شكرا وأحسنت وما شاء ما الله احنا عليك. احكي لك احنا يعني احنا نحب المجاملات يعني. يعني يجي لي تسجيل معين، لما التسجيل راح يبهرني وراح يعجبني راح فورا انا بدون ابدا راح ادخل على الشخص اللي يقول له يابا هذا تسجيلك ترى كذا، انت اسعدتني، انت ابهجتني، انت كذا، عملكم هالشكل، راح اتكلم اقول. اما لما يجيني شيء تحت مستوى دون الوسط يعني شو اللي بقول؟ راح اجامل اقول له احسن، جميل، حلو، زين، شو اقول له؟ مو زين؟ ما اقول لك مو زين، ما راح اقول لك مو زين، لانه يعني مره احدهم ارسل لي تقسيمه معينه على اله معينه حتى ما تيعزف تركي، هو عربي، فقال لي شنو رايك بالفيديو؟ قلت له والله عازف جميل، موسيقى حلوه، انا احب الموسيقى، ولكن انت تركي؟ سؤالي، هل انت من يعني تركي؟ اذا انت تركي فاسمعك، بس انت مو تركي، انت لانه جاي من البلد الفلاني، ليش ما تعزف موسيقى بلدك؟ شايف تركي يعزف الموسيقى مالك؟ سامع انت؟ زعل حقيقة، يعني تقول الحق يزعل عليك حقيقة، هاي انت عندك موسيقى وعندك بلدك بيه فن، ليش ما تشتغل على فنك؟ ليش تشتغل بفن الآخرين؟ سؤال أبو أنمار، يعني الآن حتى شبابنا المهووسين بلون معين من الموسيقى المقامية الأخرى، في النهاية إذا ما يطلع طعمك الشخصي راح تصير خواجة، يعني تتكلم لغة مكسرة فيها لهجة، يعني هذه كارثة مو منتبهين عليها بعد، ولا لا؟ اي ما هي احنا تقول يعني الرجل هذا مع احترامي يعني جل احترامي لكل من يرسل وكل من ينشر على إيه راسي كله، ولكن انا دا اتكلم من باب التقدم وباب التطور من باب الوعي، لازم احنا نعي ايش دا نسوي. صحيح. يعني لما دا يقدم هذا الرجل يعني مبين، انا عرفت انه فورا يعني هو يحاول يريد يقول تركي، ما دا يطلع تركي، دا يريد يقول ما ادري شنو، ما دا يطلع. اخي شوف لونك انت، لونك يعني، انا الان دا اتكلم معاك بلهجه عراقيه، زين، انا لو حكيت معاك كده وعملتي كده ومش انت ما راح تقبلني، لان انا ما يعني مع احترامي لاخواني المصريين انا مو لغتي المصريه، يعني مهما تكلمت مصري مو مثل المصري ما يتكلمها، هو هاي لغته، هاي لهجته، نعم، هاي لهجته، هذه هو مبدع بيها، انا ما اقدر ابدع بيها. لغته هي وكذلك لغته. نفس الشيء يعني، ها يعني هذا مثلا نعم، اي أحسنت. طبعا هو موضوع المحتوى ينجر إلى أشياء كثيرة أنت ذكرتها، ما راح أطلب منك يعني الاستعادة. راح أكيد المحتوى ينعكس على مستوى المؤلفات اللي نشوفها، في استسهال كثير، المحتوى اللي صادر من الأشخاص اللي أنت تطرقت له، ومستوى صادر من حتى المؤسسات. يعني نقارن مؤسساتنا العربية، إيش الإنتاج حقها، إيش المحتوى الموجود على الإنترنت بأي صيغة كان مع الأمم الأخرى، يعني هذا الشيء محل نظر. يعني كثير من الأموال وكثير من المشاريع والجهود تبذل، بس على الأقل خلينا نطلعها يعني بشكل راقي. يعني احنا اولا ما عندنا هسه مؤسسات تنتج موسيقى رسميا، نعم، كل الانتاجات هي شركات انتاج محليه، يعني على مستوى الدوله دا اتكلم، الا اذا كان شغل لمناسبه وطنيه لمناسبه قوميه الدوله تكلف من قبل الوزاره بانتاج عمل معين، وهذا العمل ايضا يعني ياخذ مدى في مناسبه معينه ويروح بعدين.
احنا بدنا نتكلم عن عمل يبقى ما يروح. ايه خالد. اي يعني العمل يظل، ما عندنا هالشكل. عندنا اغاني، عندنا وحدة انتاج موسيقى اغاني، عندنا انتاج مسلسلات وموسيقى تصويرية، عندنا وكلها هذه مع المسلسل راحت، مع الاغنية راحت، مع عليها تاريخ انتهاء. اي اكسباير يعني. اريد، لا اريد شيء يبقى، شيء يبقى يدوم يعني، يبقى ويعمر ويعيش فترة طويلة. هذه الموسيقى اللي بدنا نتكلم عنها، ده ادور عليها. يعني احنا ليش البداية تحدثنا عن طاطيوس وعن جميل طنبوري وعن مسعود جميل وعن عزيز دادا والمؤلفين هذول الاتراك؟ تحدثنا لان موسيقاهم عايشة لحد الان، موجودة ما ماتت ايه ولأنه تضاف يعني. إلى سجل البلد. يعني الآن مثلا نقول والله هذا عمل عراقي خالد، هذا عمل مصري، هذا عمل سعودي، إلى الأبد يعني هو يجي لنا ضيف نقول له والله هذا عملنا السعودي، هذا عملنا العراقي، هذا عملنا، وياخذوه ويحاول يستذوقوه ويمكن يأثر فيه. هو هذا بالضبط اللي اريده، ايه بس ده اريده على مستوى عالي، ايه نعم. اريد على مستوى فوق، مو على مستوى وسط ودون. على الوسط ودون معناها الموسيقي هو وسط ودون، أحسن. بيألف الشكل. اريد الموسيقي يكون عالي جدا، راقي جدا، حتى يسوي موسيقى راقية. هالشكل لازم نطلع الشكل. انا اريد يعني، انا كتبت اعمال صار لها من 30 سنه واكثر، موجوده الناس تسمعها طبعا على علاتها، على تسجيلها، على ظروفها في وقتها، احسن من حبر على ورق طلعتها الناس تسمعها. يعني عندي الان حبر على ورق، اكو مقطوعات عندي كثيره مؤلفه ما مسجلها انا. زين، انتم تعرفون عنها؟ ما تعرف عنها شيء، بس لما قدمت بهذا الشكل احسن مما ما قدمت. على الأقل أكو فكرة وصلت للناس. ايه فهاي الفكرة ممكن يجي بعد سنتين، 3 10 20، يجي واحد يقول يابا أنا أريد هذا العمل أنتجه بشكل أجمل، هو نفسه بس أنفذه بشكل أجمل، ويتنفذ ويطلع، يكون ماخذ مدى وماخذ مساحته يعني مع الأعمال، ماخذ حيز. هالشكل ده أفكر، أريد ناس تنتج هالشكل. ما أريد نتاج يعني، مع احترامي الشديد، هزيل. ما يدل على مؤلف وراء. المؤلف الموسيقي من يكتب شيء هو ده يكتب ما موجود بمخه، ده ينزله على الورق، ده ينزله بالاستوديو، ده ينفذه يطلع عمل موسيقي. لما هنا عنده فن راقي راح يطلع الفن الراقي بالتنفيذ، لما ما عنده راح يطلع بما هو ده يفكر. نعم يعني انا أحسن. مثل ما الله يخليك، مثل ما يعني استشهدت مرة بقصيدة المتنبي مثلا، يعني من يقول الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، إلى آخر القصيدة. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. هاي القصيدة. إيه زين، أنت لما تجي تسمع هذا البيتين من الشعر، تشوف العظمة، تشوف الكبرياء، تشوف عزة النفس، تشوف الشموخ، تشوف الفروسية، تشوف الدهاء، تشوف يعني ما أعرف يعني ايش قد أكو أوصاف لهذول البيتين. مع العلم زين، هذا شاعر، هذا شاعر فحل، فتحل اللي كتب هذا المتنبي. شوف ايش كاتب، هي ما احنا شبهناها بالميكانو، كلمات ملتصقة ببعضها أو جايبها جنب بعض. شوف ايش كتب، شوف ايش كتب. هذا اللي حكينا عنه يقول لك احنا شوية موسيقى عندنا وشوية من اشياء، هذا الأدب. بالمقابل لك شعراء كاتبين أشياء ما لها أي قيمة، ما بها قيمة أصلا. وأيضا هذا نسميه شاعر، المتنبي هذا الشاعر العظيم، وهذا أيضا اللي كتب يعني ما أريد أقرأ شعر مو زين، هم يسميه شاعر. ايش انا اقارن بهذا بهذا؟ الله يخليك. نعم هذا النتاج، هذا النتاج لازم تنتج شيء يعني يدل على انك تعبان على نفسك، يدل على انك مغذي نفسك صح، مغذي يعني ماخذ فيتامينات موسيقيه الا ما عجزان حتى تطلع، لانه الجود ينضح بما فيه، فاقد الشيء لا يعطيه نعم صحيح. كله. فنجي نسمع مؤلف معين بغض النظر عن يعني أسماء والتعديل، يعني أسمع المؤلف أوكي هذا سماعي
حلو، شنو الجديد البي؟ شنو طالع؟ ايه، هي مشكلة الناس بعد ابو انمار مساكين يعني، لان الان المكنة الاعلامية دائما تقدم المنتجات التجارية، وحتى الموسيقى صار معظمها تجاري زي ما ذكرت موضوع تاريخ الانتهاء قبل شوية. دائما تقدم للناس الامور بقصة اخرى، نقول لهم قصة، نقول لهم أشياء عاطفية، نجذبهم، نبسط الأمور لمستوى ضحل على أساس نقنعهم يتعاطفوا مع العمل. وبكرة أي واحد يقول له والله أنت تحب الموسيقى، إيش تحب؟ هي أكيد أحب أسمع المقطوعة اللي عنوانها كذا، والقصة اللي شفناها كذا، والعرض الكبير اللي فيه إنارات ومسارح كبيرة. طيب أنت ما تتكلم عن الموسيقى، تتكلم عن أشياء جانبية. الناس مساكين يعني، الماكينة الإعلامية قوية في كل العالم، ثقافة البوب كلتشر أو دمرت العالم، صار الواحد ما يقدر يوصل للشيء الحقيقي. احنا يعني ابو محمد، احنا يعني احكي لك شغله، احنا مستوى التذوق عندنا متدني نازل، لانه مو الكل طبعا، ده احكي انت تقول لي على جماهيريا وشو اسمه، هذول الناس العموم اللي نعم. اي هذول الناس اللي عمره 12 سنه يدرسوا معود ويمدحون بيه، فلا هذا يعني اي مستوى هذا انا دا اتكلم، الله يخليك، هذا ذول الناس متدني، هذا اللي عنده ذوق عالي راقي ما يقبل. يعني انا الان متعود انا يوميا انت تجيب لي حلويات من ارقى ما يمكن وتضيفني وتطعمني، يعني باكر انت تروح تجيب لي حلويات شعبيه من اي مكان تقول لي اكل، اقول لك ما اقبل، انا ما هذا مستواي، انا اريد هذيك جبت لي اياها اول مره، ما هذا ما يمشي عندي، البضاعه هاي ما تمشي. نعم. فالذوق العام، الذوق يعني يعني تسمع، انا حضرت كثير، احضر مره برا من اسافر، احضر مثلا اوركسترات تعزف يا اخي، والله احد اصدقائي زملائي هذه ببروكسل قبل سنتين قال لي انا حاجز تذاكر الاوركسترا الهولنديه اللي يعزفون يقدمون عندنا بمسرح البوزار، يقدمون كونسرت، وقبل شهرين ثلاثه البطايق نفذت، يعني عندي تذكرتين مالي وما زوجتي، انا زوجتي ما راح اجيبها، تجي وياك شو ما اجي، صح انا اخذت تذكره مع زوجته ورحت وياها، يا اخي سعاده لا توصف. طبعا انا وقاعد هناك طلعنا، فقلت لصديقي هذا تعرف الاوركسترا لو جاي مثلا، ما اريد اقول فلان بلد، ممكن ما شويه حضور يجون ناس، بس اللي مهتمين يجون يحضرون، شوف المسرح فل، ولا مكان ولا مكان، كله فل، ناس بطايق نافذه قبل، زين هذه شنو هذا؟ اريد افتهم شنو يعني، وش معناها؟ شو معناها يعني؟ لما البطايق تنفذ قبل 3 شهور، يعني مستوى من الذائقة عالي جدا، الله يخليك، ناس عندها ذوق عالي جدا بحيث تسمع، وفي محتوى يعني ومؤسسات وشيء يعني يعلم الناس ايش موجود، ايش يتخير. ولسه يعني الماكينة انا الإعلامية موجودة، بس على الأقل في شيء ثاني يعوض يعني. يعني انا مره احد زملائي يحكي لي على بافاروتي المطرب الاوبرا إيطالي. الايطالي الهائل، لانه ما اعرف، يقول لك مره نشز بمكان وضربوه بالطماطه وبالمدري شنو، ما يقبلون ما يقبلون، هو ده يقدم اوبرا الفيردي وده يقدم للعظماء المؤلفين، الله يخليك، يعني انا دا اتكلم هالشكل، واحنا شلون اقارن يعني، شلون المقارنه؟ ماكو صحيح مقارنه. نعم. طيب خلينا نرتاح من هذا الكلام المؤلم مع شيء من أعمالك يا أبو أنمار، إيش تختار؟ والله المفروض انت تختار، زين انت تقول لي ايش نختار، خلي هي كل الاعمال سامعيها الناس، وهي اعمالي القديمه، انا طبعا البوم مسجل بال90، البوم مسجل بال97، ما عندي يعني هذا كله نتاج شخصي انا، لانه ماكو جهه انتجت لي، وحتى حتى الشركات اللي هو تطبع لي هم ما لقيت الشركات اللي تطبع،
ايه هذا وطبعت على جزء حساب من المشكلة. نعم. اي وطبعنا على كل حال. خلينا نسمع، عندي موسيقى اسمها صباح الخير، هذه يعني اول بداياتي بالتاليف، جزء منها كتبته بسنة 77، كان عمري اي نعم. 17 سنة، وبعدين بالتسعين ضفت لها جزء ثاني بناء على طلب طلابي بالمعهد اللي كنت أدرس فيه ببغداد، فكملت جزء ثاني وضفتها وسويتها هالمقطوعة اللي راحت، يعني إذا تقدر تشغلها هذه تسمعها، اسمها صباح الخير، يعني ممتاز. مقطوعة راقصة بسيطة، هي أول الجزء الأولاني أول بدايتي بالتأليف، وراء جزء ثاني كملته في يعني بعدين. جميل. إذا نسمع هذه المقطوعة وهذه التجربة اللي عبرت عبر السنين. أبو أنمار، يعني إحنا تكلمنا عن غفوة وعن الصحوة من النوم وقلنا للناس صباح الخير وسمعنا صباح الخير. خلينا نتكلم عن المقولة اللي تقول العبرة بالنتائج. إيش ممكن نسوي عشان نبدأ نتحرك في الاتجاه الصحيح؟ والله هو أنا هي احنا كل كلامنا محورنا هو كله، والنقد مالنا اللي يصب بمشكلة المنهج، لأنه أنت بالمنهج تخرج الموسيقيين، تخرج العازفين، تخرج السولستات، تخرج المنهج هو اللي يخرجهم. احنا مشكلتنا، محور مشكلتنا المناهج اللي ما موجودة، والمناهج الفردية، المناهج اللي نعتمد عليها جهود فردية، مناهج أساتذة لهم قيمتهم ووضعهم بالوطن العربي، هم اللي مسويين مناهج العود والقانون وللناي وللكمانجة الشرقي وللسنطور وللجوزة، هذه هذول الأساتذة مع جل الاحترام لهم كلهم، هاي مناهج فردية. أنا هذه المناهج يعني مشكورين جدا عليها، لأنه يعني إذا تشيلها خلاص بعد ماكو، يعني نعم. بنلغيها، هاي ما عندنا شيء بعد، هاي خلاص نعزل يعني. احنا اي طبعا ما عندنا، نعم. احنا نريد الحل، هذا الحل لازم اكو دولة تتبنى مناهج عربية، يعني ما نقول بلد عربي، دولة من الدول العربية عندهم ذائقة فنية راقية وعالية، تكلمنا عن الذوق الفني، يجي يكلفون لجنة من حتى من الوطن العربي، لجنة عازفين قانون يهون منهج القانون،
ويعطوهم يعني يعطوهم جهودهم واتعابهم ويثمنون تعبهم، وهذا المنهج هو راح يخدمون به اجيال واجيال الى ان تجي اجيال اخرى تقول هذا المنهج قديم صار لازم نجدد على احسن منه ونبدي نطور بالمناهج. إذن هذا هذا حجر الأساس المنهج وراء التسجيلات اللي ذكرتها أبو أنمار وتوثيق المناطق والهويات اللي مربوطة بالمنهج، وهكذا تبنى المؤسسات. هل هذه فهمي صحيح؟ اي هذا. وحتى انت نتكلم على كل بلد عربي لازم يوثق يعني فلكلوره وتاريخه الفني كله لازم يوثق، ولهجته لازم، نعم. لانه احنا يعني احنا مثل ما عندنا لهجاتنا، يعني اللهجه المغربيه تختلف عن اللهجه المصريه، اللهجه المصريه تختلف عن العراقيه، العراقي يختلف عن السوداني، اكو كل بلد بس العربي بس يتكلم انت تقول له انت من المكان الفلاني، يتكلم تقول له انت زين. اكو شغله ثانيه، شنو رايك انه المصري لما يتكلم ومصري يشوفه يقول له انت من المدينه الفلانيه، صح وبالمدينه لما يقول له انت من القريه الفلانيه، اذا معناها اكو لكنه واكو اكسنت واكو دقه بالموضوع. هاي الدقة نريدها احنا. ايه انا هاي الدقة لازم ادونها، هاي الدقة بالفن كل شيء نواحي الفن. زين نطرح شيء اخر حتى لا يقولون انه بس نحن نتحدث فن. يا اخي عندكم مثلا في السعودية عندكم المقرئين، مقرئين القرآن وطرق ادائهم بالقراءة، أليس من الواجب هذه توثق كلها الطرق والمدارس هذه تنذكر ويصير لها منهج وهذا المنهج يعمم مثلا؟ نعم. يعني الطرق هذه توثق، يعني الطريقة المكية، الطريقة المدنية، طريقة الحجاز، يعني الطريقة النجدية، هذه كل واحد مختلف عن الثاني. نعم. لأن هذا الاختلاف هذا وإحنا في بلد واحد. وبدون هذا التوثيق لازم تضيع، يوثق. يعني احنا ضاع من عمرنا كثير، راحت اشياء غير موثقة. المفروض نحافظ على ما تبقى، يعني شلون نقول احنا نسلم على ما يوجهنا بالعراقي؟ ما تبقى عندنا هذا نتشبث به، نمسكه ونوثقه وندونه في كل بلد، مو بس بالسعودية والعراق كل بلد، يعني كل بلد لازم يدخل. هسه مثلا شوف الاغاني الفلكلورية الروسية، ادخل شوف اكو كتب، تروح بالمكتبات الفولك سونجز مالتهم الاغاني الفلكلوريه موجوده مدونه مؤرخه ايه، حق ومحطوطه اطفال وحق مناسبات اجتماعيه اغاني الشعب، وديني دنيوي الى اخره. اغاني الشعبيه، اغاني الصيد، اغاني النسيج، اغاني البناء، اغاني الريف، اغاني المدينه، اغاني الرعي، اغاني يعني كل شيء، اغاني موالات، اشياء يعني حتى صيغ شعر، الشعر الكلام اللي يقولوه هذا كله يدون، هذا تاريخنا احنا، احنا هالشكل. هذا متى ما اعتزينا به ومتى ما تمسكنا به ومتى ما ربينا اجيالنا على هذا راح يكون عندنا يعني نكون محل اعجاب ومصدر اعجاب ومحل مقارنة مع الغير. بس استمرارية احنا وتقدم. اي طبعا، بس احنا بدون هذا ما راح نقدر نسوي شيء، بس احنا نبقى احنا غافين ونفز ونعجب ونرجع ننام مرة. طبعا لا الغفوة تزعلون مني، معه. لا تزعلون مني، هذه حقيقة، هذه جلسة نقدية، هذا مو كلام عن الموسيقى بس، هذا صحيح. كلام واقعي، لازم الواحد يحط المراية أمام الناس يقول لهم شوفوا نفسكم وانتوا وين صايرين، هذا صحيح. لازم الشكل نسويه. نعم، والغفوة معناها تأخرنا كثير وما في وقت نخسره زيادة، لازم نواصل ونشتغل، وهذا كلام يصل إلى مستوى الدول أكثر من الأفراد، والبداية تبدأ بالأفراد كذلك، الكل ما عنده وقت. أتمنى هذا الكلام اللي قلته أنا يوصلوه إلى جهات مختصة، جهة مختصة تسمع هذا الكلام وحله، ينتبهون نعم. يقولون يابا تعالوا نسوي لجان ونسوي كذا ونبدأ نشتغل صح. وبشكل عملي باليد. نعم. وللعلم، للعلم هذا مو فد شيء
يكلف مثلا الدولة مبالغ طائلة، مو فد شيء. لجان مختصة تطلع تسوي تحري في مكان، توثق تسجل، تجي بعدين تدون وتكتب وتنزل والآن الأمور أسهل بكثير من قبل. الكمبيوترات موجودة والبرامج موجودة والتصوير موجود والتسجيل موجود والتوثيق وكل شيء موجود، أسهل صحيح. منها ماكو يعني. نعم أبو أنمار، استمتعنا جدا جدا بالحوار الناقد، ويعني هو صراحة درس لكل من يسمع على المستوى المؤسساتي ومستوى الأفراد. نتمنى أن الناس تهتم أكثر وتلتفت من التأخر هذا اللي احنا فيه، ونبتدي نشتغل على أنفسنا، ليس لإدهاش الآخر ولصناعة إعجاب عند الآخر، على الأقل لأنفسنا، احنا نرضى عن أنفسنا ونثق بأنفسنا ونتقدم. يعني ختاما اريد اقول اي شيء، احنا مثل ما تفضلت قبل شويه فقدنا كثير من الاشياء من فلكلورنا ومن تاريخنا اللي الفني ده اتكلم عنه، راحت اشياء كثيره. لان انا بحكم مسيرتي الفنيه مريت على اشياء كثيره جدا جدا. الان لما اتطرق لها حتى مع الجيل اللي من جيلي انا، من يعني اصحابي ومختصين فنيين ما يعرفوها، ما يعرفوها. يابا تعالوا تعالى المساله الفلانيه، هذا الكلمه الفلانيه، المفرده الفلانيه، راحت انتهت انتهت راحت. هذا سبب عدم احنا اهمالنا، وهذا هالشكل صار. ان شاء الله ان شاء الله نخطو، يعني هي لازم ستيب، خطوه صحيحه، نحط قدمنا على الخط السليم ونبدأ نشتغل بشكل صح بكل الوطن العربي بغض النظر. وأرجو أن ما أكون أنا قسيت على أحد ولا مسيت أحد، لأنه هذا جلسة نقدية للوضع العام اللي إحنا به. إن شاء الله نكون الوضع أفضل. أحسنت يا أبو أنمار. طيب إحنا ما نختم إلا بشيء من موسيقاك، وأنت ضيفنا، إيش نختار؟ عندي سماعي فرح فزة كتبته يعني أيضا قبل أكثر من 10 سنة، لأنه أنا غيرت خطي بالكتابة من بعد الأعمال الأولى. يعني أول شيء أوتار حائرة وألوان وانتظار وينابيع والتل والقمر، هذول المقطوعات رجعت كتبت أشياء أكثر شرقية، أكثر أقل تكنيكا من هذيك، نعم يعني وبها طرب شرقي اكثر من هذيك، محطات عراقيه، موسيقى من الشمال الى الجنوب، يعني هاي الالبومات اللي اصدرتها. بعدين رجعوا بعض اصدقائي الفنانين قالوا انت ليش غيرت اسلوبك القديم، كان يعني ما حد يعني نادر وكذا. قلت لهم ما انا حبيت يعني العمر، عمري يعني العمر الفني ايضا هذاك حقبه كنت اكتب بيها ايام شباب وكذا، الان انا باختلف يعني الزمن مشى وياي. فقالوا لا يا ريت ترجع، قلت لهم راح ارجع. فرجعت كتبت سماعي فرح فزة بالطريقه القديمه. القديمه يعني طريقه التوزيع، ان تخلي العود مع اوركسترا واوركسترا ويعزف صول العود. الاختلاف عن ما سبق بهذا العمل سماعي فرح فزة انه التوزيع اللي المرافق للعود، الاوركسترا ما تعزف اي ربع تون اطلاقا بدون ما يعزفون ارباع. ليش؟ لانه حسبت انه ممكن العمل يقدم باي اوركسترا اجنبي بالعالم، العازف يجي يعزف ما لا ما يعزفون الربع تون ارباع الشرقيه، ففقط اللي يعزف الربع هو العود. في الخانه الثالثه مقام رست، وفي الخانه الرابعه اكو بيات، اكو بيات بالخانه يعني بالمجريات، وبالاثنين الاوركسترا ما يعزفون ابدا، تسمعهم كانه يعزفون بيات بس ما يدوسون اي ربع، لان فقط ربع تون البيات والرست هو العود اللي يقولهم. فاذا تحب تاخذ جزء من الخانه، تاخذ الخانه الثالثه، تاخذ الخانه الرابعه، كيفك، العمل طويل يعني، انت شوف شو تحب تسمع الجمهور. إذا وهذا هو راح نسمع. حقيقه ما منشور العمل، يعني انا ما نشرته، يعني سجلته ما نشرته، خطأ بالتسجيل وكذا على أساس نعيده، إن شاء الله أعيده مستقبلا. إن شاء الله احنا نترجى الكثير من
منك أستاذ، احنا شفنا كثير من تلاميذك وأنا أحد تلاميذك وتعلمت منك الكثير وقد قدامي الكثير، لكن شفنا أثر شغلك يعني الفردي كثير يعني على مستوى التمارين، على مستوى الفهم، على مستوى التعليم، على مستوى التأليف، ويعني أثرك يعني بارز وتشكر عليه، ولكن الكثير ما زال موجود وما نستغني عنك يا أبو أنمار يعني. إن شاء الله ما يا أقصر معك ومع كل الإخوان اللي هم تلاميذي وطلابي كلهم، أنا ما أخفي عنهم أي شيء، أي معلومة، إيه، أي والمحتوى شيء. اللي تقدمه يعني في العادة تشكر عليه. الله يخليك. بالعكس، هذه رسالة، هذه رسالة، ورسالة يعني لازم أكون أمين بها في نقلها. هذه خبرة، أنا التعليم هو خبرة متراكمة نتيجة ممارسة السنين. الأستاذ يكتسب هاي الخبرة من نتيجة أيضا احتكاكه وعمله مع الطلاب، فيكتسب خبرة، وهذه الخبرة يعني تفيض به بإمكانيته بالتعليم وبالتدريس. حتى الآن يعني أنا أعتبر نفسي الآن، يلا ها قدرت أنا أصير عندي عدة طرق أقدر أتواصل بها مع الطلاب، لأن خاصة كل واحد من بلد، كل واحد من لغة، كل واحد من مجتمع. فالحمد لله أنا قلت لك رسالة وأمانة لازم أوصلها. تسلم يا أبو أنمار. والآن الله نكون يسلمك. في الختام، نختتم بختام مسك من الفرح فزة، ونلتقي على خير مجددا. شكرا جزيلا لهذه الاستضافة، ولا يزعلون مني أحد، ما مسيت أحد يعني. ما عندهم فرصة يزالوا. إن شاء الله ما يزعلون. نلتقي على تحياتي خير، لكم. نلتقي مع على خير. السلامة. Thank you.